السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. يا شيخ، دلوقتي مرة أحد سألك قال لك كانت واحدة يعني عندها ذهب وما طلعتش زكاة عليه، فأنت قلت لها طلعي سنة واحدة والباقي يعني لأن المسألة أو كده يعني. فيها اختلاف فقهي. هل الحلي إذا كان ذهبا أو فضة عليه زكاة؟ فيها خلاف فقهي، فهب أن رأيها تغير، فمن يوم أن تغير الرأي واعتقدت المعتقد الصحيح تزكي زكاة سنة. نعم، طيب يختلف عن ماذا؟ عن شخص لم يؤدي الزكاة. الزكاة متفقة، زكاة الأموال ده متفق عليه إجماعا.